في مغني ألمي ده ايه الانبساط والسهلالة اللي انت فيها دي يا محفوظ؟ من غير غضاضة ده يعني ما بصيتش ليه يعني جو جميل والنسيم عليل بيتك ده حلو قوي قوي ايه ده ما شاء الله خد سباحة ناحية الله 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 ايه الجو ده ايه ده الحلاوة دي والقمر طالع كده وفين البدر فين القمر احنا اخر الشهر يا محفوظ لا بدر ولا هلال يا سلام بغني المزاج يا اخي الله 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 انت شكلك متقل العيار حبتين هيار مين يا ابويا هيار مين يا ايه الحكايه انت من غير غضابه يعني فاكرني مسطول انا واعي لكل كلمه بقولها يا راجل اتكلم ازاي لا بلاش نتكلم بقى على اللي انت قلته والنبي ايه اللي بلاش نتكلم على اللي انت قلته انا جايبك نتعشى سوا وتبات في بيت اخوك ايوه بس دلوقتي فوزيه هتقلق والواد عبد الله عبدالله بيتعب جدا لو انا ما روحتش معلش انا هتصل بيه واطمنه طب افرض بس مدام بتاعتك شروت شروت افرض مدام شروت مش عامله حسابها في العشاء لا لا ما تقلقش شروت دايما عامله حسابها طيب اتفضل يا كابتن طب ممكن بقى يعني الهديه المطلعه دي ها شايف برغيت ست كده وحاجات حاجات جميله كده تفتح نفسك يا ريت تتقبلها المدام يعني اهدى ازاي يا شريهان ده بعد ما ادينا له فرصه الظهور في التلفزيون يوم يشتم الحكومه ويشتمنا وحضرتك تقولي لي اهدى وايه يعني وانت زعلان ليه ما كل الناس بتشتم فينا هي وقفت عليه ما الجرايد والمجلات والقنوات بتشتم فينا ليل نهار وايه يعني عادي ايوه بس كل دول مش هيشتغلوا معانا زي محفوظ بيتهيأ لك دول كلهم بيشتغلوا معانا ولمصلحتنا سواء بمزاجهم او حتى من غير ما ياخدوا بالهم شريه هانم كده محفوظ هيتحسب على المعارضه جريت هو ده المطلوب بالظبط المعارض النهارده غير المعارض بتاع زمان اللي كان يتسجن ويتبهدل ويتفصل من شغل احنا في زمن المعارض السوبر ستار المعارضة نفسها بقت سلعة الجماهير بتطلبها وبتدفع ثمنها واحنا المستفيدين هيكون شكلنا حلو قوي قدام الامريكان والاتحاد الاوروبي عندنا حرية وعندنا ديمقراطية الحلة البريستو مش ليها صمام أمان كده طب ليه؟ مش علشان يفرغها من الضغط بتاعها بس علشان بتنفجرش محفوظ واللي زيه هم الصمام ده هم يقولوا للناس اللي نفسهم يسمعوا فيسقفوا لهم ولما يسقفوا لهم هيرجعوا يشوفوا شغلهم واحنا كمان هنرجع نشوف شغلنا ايوه بس بالطريقه دي هيبقى صعب السيطره على محفوظ مش صعب وبس ده هيبقى مستحيل ده هيبقى عامل زي كره التلج اللي بتبدا صغيره وبعدين تكبر 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 وتاخدنا في طريقها نيفر محدش خالص هيقدر يقف قصاد الحكومه صراحه محفوظ وسبقه ممكن تفتح له قلوب الناس لكن احنا لو حبينا في لحظه واحده هنخليهم يكرهوه يعني كده كده طلع ولا نزل هيفضل تحت سيطرتنا دم حضرتك شايفه كده خلاص سعادتك قادره هي لعبه عايزه حذر بس ياما لعبناها وحنفضل نلعبها مع محفوظ ومع غيره
ده العشاء يا يحيى؟ ايوه محفوظ. ايوه احنا بنتعشى عشاء خفيف. ليه يا مدام؟ حد عيان لا سمح الله؟ لا هيلثي فود لايف ستايل. استغفر الله العظيم الكريم. ليه بتعملوا في نفسكم كده يا مدام؟ معلش اسم حضرتك مش لادد معايا خالص. شروات. شروات اسمي شروات، بكره تتعود عليه. لو جيت اتغديت معانا بكره اكيد هتنبسط قوي. لا 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 لا، الله الغني. الله الغني، يمكن تجيبوا لنا حاجات ما نفهمهاش. احنا بكره بقى عاملين غدا وباب الخلق، تعجبك قوي بقى. كرشه وكوارع ومنبار ولحم وتراس، حاجه ترم البدن وترم العض. ما تيجوا تغدوا معانا بكره. شاي قبله لو سمحت. تي؟ تي سترونج تي. شوجر تو ماتش، دمغيني شوجر. معلش بقى، يعني من غير مؤاخذه، يعني الحلو يحب الحلو. بلاش دلوقتي يا محفوظ. ليه بلاش ليه يا اخي؟ دي بسيمه وبراغيت. براغيت؟ براغيت الست. انا ما اعرفش اسمها ايه بالانجليزي، كنت قلت لك عليه. هي براغيت ست اسمها ايه بالانجليزي يا يحيى؟ ليدي ليدي ايه؟ ما اعرفش يا محفوظ. اتفضلي يا حبيبتي. دي من حلوان النصر. حلوان النصر عندنا في ورا حاره نفر على طول. المحل كده واخد نص حلو قوي، ما بين بيبيع الراجل جوه تليم كلاميه، بس ايه بيعمل حاجه على اصله يعني. براغيت الست ما تلاقيش في اي حته في العالم. جنب فرن خميس. فاكر فرن خميس انت يا يحيى؟ كنا نجيب منه عيش فينو واحنا صغيرين، رغيف ايه؟ رغيف اللهم لا حول ولا قوه، حاجه يكفي الاسره، يكفي الاسره. ما تدوق يا حبيبي. لا لا، نفسي 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 قوي. يحيى عايزك تعالى عن اذنك. توسع التي، وخلي البنت تعمل لي التي في الفيفتينة. حاضر يا محفوظ على اذنك. اظن مش فكرتي ما جايه هنا، فما تنرفزيش عليا. الحاجات اللي جابها دي فكره مين؟ فكرته هو. الله، وانت طوعته؟ مش انتوا اللي عايزين نقرب له عشان يطمن لي؟ حتى لو كان كده ازاي تسمح له يدخل بيتي الحاجات دي؟ حاجات معرفش معموله فين وازاي؟ افرض ابنك كان كل منها، كان هيجرى له ايه دلوقتي؟ يا ستي والله العظيم دي مش فكرتي. حتى لو كانت فكرته، كان المفروض تاخده على اماكن نظيفه ومحترمه يجيب منها الحاجات دي. ايه ده؟ ده المفروض واحد هيبقى مشهور ويقابل ناس كلاس. ده المفروض تخرجه بقى من باب الخلق دي زي ما انت خرجت منها. مش كل مره واحده يا شروت، ستيب باي ستيب. كان لازم تبدا من الليله دي، ده هيفضل معفر ومطرب طول عمره وعمر النظافه ما هتبان عليه. لاحظي انك بتتكلمي على اخويا الكبير. مش بتكلم عنه لوحده، بتكلم عنك انت كمان وعن العيله الكريمه كلها. ماشي يا شروت، انا اسف. دكتور ما يقولي لك ايه ده؟ في صابون؟ عندك صابون جوه ولا لا؟ في صابون. شوف يا حضرتك، والله هتندمي لو ما دقت من براغيث الست دي، هتندمي. بقول لك اهو. جاتكوا القرف. انت دايما جاهز كده يا نصر. حلاوتها في حموتها يا صديقي العزيز يا غالي. بعدين انا لاحظت بعيني الخبيره دي ان البرنامج سخن وان الناس سخنت معاه. ده حقيقي، هما لسه بعتلي الارقام من المحطه. يعني معقوله؟ معقوله؟ قول دي ارقام مذهله، قول دي ارقام هايله. ده انا مراجعها بنفسي يا راجل. شفت بقى ان انا كان عندي حق لما قلت لك لازم نبقى جاهزين بالعهود. ايوه نصر، بس انا مش فاكر ان انا طلبت منك تعمل مسودات عقود عشان امضيها عليها. المحامي الشاطر الفذ اللي زيي بيروح للقضيه الكسبانه، ما يستناش لما هي تجيله. يا نصر، انا عندي شؤون قانونيه في المحطه مليانه محاميين. مفيش واحد فيهم في عشر خبرتي القانونيه.
ده غير طبعا بقى الصحوبية والصداقة والعشرة والعمولة. طب والله ما كنت عايز افتح سيرتها، اديك انت اللي قلتها لوحدك. لا من ناحية العمولة يعني انا هعمل لك خصومات كبيرة قوي قوي وتسهيلات كمان في الدفع، ده غير انك طبعا هتستفيد من خبرتي في التفاوض. هخليهولك شخشيخة شخشيخة في ايدك كده اهو، هتمضي معاها عقد 10 سنين على الاقل وهتديله شوية ملاليم. يلا يلا بينا يلا نقوم. استنى بس، على فين؟ على باب الخلق. مش بقولك حلاوتها في حموتها؟ محفوظ طالما شفنا داخلين في وشه كده هيمضي على طول. طيب مش المفروض ان احنا ناخد رأي يسرية هاني من الاول؟ عم يسرية مين وبتاع مين؟ بس بلاش دعوة اسيب يسرية دي عليا انا، انا بيني وبينها شغل تاني يخص محفوظ برضو. شغل ايه؟ خلينا في الشغل اللي في ايدينا في الاول. شوف انت بقى لما نخش عليها كده يا اخويا يا حبيبي يا غالي واحنا واخدين معانا عقد ممضي من محفوظ، مش هتشيلها لنا جميلة دي؟ طول عمرك عقر يا نصر. بس اهدى اهدى شوية، بلاش نروح له النهاردة. ليه بقى؟ خلينا نروح له بكرة، الصباح رباح. بالعربي بقى كده محفوظ مش هيبات في باب الخلق النهاردة. نعم اخويا، امال هيبات فين؟ Yeah.